شكرا. كان في عندي سؤال بخصوص المسؤوليه. هلا دور اسرائيل كدوله محتله احنا مش راح نطالبها بانها تقوم بكل التفاصيل الصغيره في الدوله المحتله، ولكن اذا ممكن نحاسبها على امور مثل المعادن وقضيه اعاده الاعمار والى اخره، هذه فعلا بتكون ضمن مسؤوليتها بما انها هي اللي مسيطره على الحدود. هذا سؤال جميل جدا ومهم جدا، وهذا هاي النقطة المركزية اللي أنا شايف إنه قراءتنا لقانون الاحتلال يجب أن تكون، لأنه عملية القراءة الفلسطينية لقانون الاحتلال هي قراءة حرفية ولا تأخذ بعين الاعتبار أهداف القانون وغاياته، ولذلك في نهاية المطاف هذه القراءة الحرفية لقانون الاحتلال تؤدي إلى ادعاء إسرائيل تفسيرات حرفية لقانون الاحتلال. أنت عمليا بتقولي كالآتي: خليني أعطي تفسير آخر للمسؤولية. وأنا بشوف إنه فعلا هذا السؤال هو السؤال المركزي. المسؤولية وفقا لغايات قانون الاحتلال هي المسؤولية التي تخص منع ممارسة حق تقرير المصير للشعب، مش انه تكون اسرائيل مسؤوله عن دائره التعليم في الضفه الغربيه. في كل الامور التي تمنع من الشعب الفلسطيني ممارسه حق تقرير مصيره. لذلك هذا يدخل في مساله حق الحركه وحق في الدخول والخروج وبناء مؤسسات وحمايه الناس وامن الناس. لذلك علينا ان نؤكد من جديد على مساله حق تقرير المصير ومحاولة إعطاء تفسيرات جديدة لهذا القانون. انتبهوا، قانون الاحتلال مربوط بتفسيرات جديدة متطورة وديناميكية. لحد لغاية الآن أغلب هذه التفسيرات كانت لدولة إسرائيل والمحكمة الإسرائيلية. السبب الوحيد لذلك أن دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي مارست أطول احتلال منذ الحرب العالمية الثانية. السبب الآخر أن المحكمة العليا الإسرائيلية هي المحكمة الوحيدة في العالم التي تبث يوميا في مسائل الاحتلال على مدار 40 سنة، لذلك قراراتها أصبح لها مكان في العالم. انتبهوا، مسألة الاغتيالات، مسألة الاغتيالات أصبحت شرعية في العالم نتيجة لقرار المحكمة الإسرائيلية. حتى المصطلح تارجت كيلينج هذا جاء من القانون الإسرائيلي، المحكمة الإسرائيلية. لذلك أنا بقول علينا أن نمارس تفسيرات جديدة ومفاهيم جديدة نحن لقانون الاحتلال والتركيز على مسألة حق تقرير المصير. بس بطلب من المتحدثين انه يعرفوا باسمائهم بسرعه، و كمان يعني نحاول ما نخرج عن اطار الدقيقة والمستقبلين في المداخلة والسؤال المحدد. عبد الله ابو عيد، استاذ قانون الدولي. الواقع بالنسبة للوضع القانوني لقطاع غزة فيه اشكالية طبعا، بالرغم من انه الصليب الاحمر في 20/12/2005 بعد انسحاب إسرائيل من القطاع أعلن في بيان رسمي أن القطاع ما زال منطقة محتلة. المادة السادسة من معاهدة جنيف الرابعة تنص على أنه عند انتهاء الحرب أو المعارك الحربية تبقى المواد التالية 42 مادة فعالة وسارية مفعول على الإقليم المحتل ما دامت حكومة الاحتلال لها السيطرة ونفوذ على ذلك الإقليم. ما معنى السيطرة ونفوذ؟ الواقع أن سيطرة الحكومة هي امتلاكها السيطرة على كافة عناصر السيادة، عناصر السيادة خارجية وداخلية. عناصر السيادة الداخلية: الأمن، الاقتصاد، المعابر، الهواء، الجو، الإقليم الجوي، الإقليم البحري، كل هذه مسيطرة عليها من إسرائيل. إذا ما زالت قطاع غزة ما زال يعتبر إقليم محتل، حتى عناصر السيادة الخارجية أيضا، المعابر الخارجية، المخارج، الأمن الداخلي والأمن الخارجي، كل هذا مسيطر عليه من سلطة الاحتلال. إذا إقليم غزة لا شك في أنه ما زال إقليما محتلا، حتى لو سموه إقليم معادي أو منطقة معادية، يعني
يعني جمعة قبل شهرين سموا عملية اقتحام غزة، والعدوان على غزة سموها عملية حربية، بس مش حرب، عملية عسكرية لتنظيف من الإرهاب. يعني لو سميت البطيخة تفاحة وضليت تعيد مليون مرة بتصير البطيخة تفاحة. المحاكم العدل العليا في الدول العربية وفي معظم دول العالم تحكم بأنه المهم هو ما هو الشيء، ما هي طبيعة هذا الشيء، وليس ما تسميه أنت. إسرائيل سمت البطيخة تفاحة، كنا قبل نقول فلسطين تشمل داخل الخط الأخضر وخارج. يوم لما بنحكي دولة فلسطين بس بنحكي عن الضفة وغزة، وكأنه يافا وحيفا وكذا وداخل خطر الجزء. بالنسبة لموضوع الإبعاد، قانون الدول بيأثر الإبعاد، سمت البطيخة تفاحة بتضرب. في سؤال محدد لو سمحت، مداخلة واضحة بس. نقطة مختصرة عن الإبعاد. الإبعاد ممنوع في القانون الدولي بموجب أولاً عرف دولي شكله المادة السادسة، شكلت المادة السادسة من ميثاق نورنبرغ، نص واضح سريع الإبعاد فردي أو جماعي. ثم الإبعاد أيضاً بموجب المادة 49، الإبعاد مهما كانت أسبابه سواء كان فردي أو جماعي، ومهما كانت مبرراته والإقليم داخل الإقليم أو خارجه، واضح. حتى لو كان داخل الإقليم برضو الإبعاد، يعني سنة 42 أيضاً المادة الثامنة من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية نصت على أن الإبعاد الفردي أو الجماعي لداخل الإقليم أو لخارجه يعتبر جريمة حرب. وبالتالي الإبعاد مهما سموه، مهما حاولوا، مهما يقالوا أنه ما نطبقش معاهدة جنيف، طبق العرف الدولي اللي اعترفت فيه في قضايا كثيرة، في قضية القواسمي، في قضية ألون موري، وفي قضية طبق العرف الدولي. شكراً. واضح المداخل. تفضل. أنا بطلب من حسان الجو مروح نقاط جو على تخطون بعدين ريم بعدين خيراً قوي. بدلس شغلة صغيرة قدام طلاب جامعة بيزيت والطلاب الموجودين هون، أستاذ حسن جبارين من إحدى أفضل النقاط اللي سمعتها، صراعنا منذ الوجود المشكلة الفلسطينية هو صراع قانوني. قد نختلف مع القيادة بعض القراءات، بعض التطورات السياسية، لكن صراعنا مع الصهيونية هو صراع قانوني. لكن بنشوف حالنا كفلسطينيين عاطفيا واغلب الاحساب السياسيه الدينيه ترمي قانون بعرض الحائط من القانون الدولي، وكان نحن عايشين بالمريخ وهي نهايتها. فانا بعرف بدي يعني اسال الاخ حسن جبرين، هل وصلوا للحكي هذا؟ سؤال عن التغيرات الجديدة بالنسبة لزيادة كثير في القانون الإسرائيلي عن الصداع، شو رأيك بالنسبة لهذه الفكرة؟ الشغلة الثانية مسألة القانون الدولي الإنساني وتمسك كمان إسرائيل فيها، مش بس بتمسك بالقانون الدولي الإنساني، ولكن إسرائيل أيضا بهمها خطاب القانون الدولي الإنساني وتستعمله. ما هي الفائدة التي يجلبها استعمال القانون الدولي الإنساني لإسرائيل؟ نأخذ السؤالين من المربوطات. لأنه مربوطات. بدي أربط السؤالين، الجانب الأول إن الصراع قانوني، وهنا ريم سألت هل القانون يخدم إسرائيل كتمسك بالقانون دول الإنسان. أنا يعني نقدي شخصي على سياستنا، السياسة الفلسطينية، إنها قوللة للصراع. لا يوجد لدينا اليوم سياسة فلسطينية داخل خارج السياسة الفلسطينية الرسمية، خارج إطار قانون الدول الإنسان. قانون الدول الإنسان وقانون الاحتلال بالأساس وضع من أجل خدمة جيوش الاحتلال. لذلك اللي بسموه بلغة القانون الريزان ديتا لقانون الدول الإنساني هو أمن الجيش، وباسم الأمن تستطيع أن تشق طرق، تستطيع أن تبني مستوطنات وغيره وغيره وغيره. لذلك قانون الدول الإنساني بالأساس، وهذا لازم نعرفه، وضع بواسطة جيوش من أجل خدمة الجيوش، مع فرضية أنه يتعامل في قوانين الحرب جيش مقابل جيش، ليس جيش
مقابل حركة تحرر. لذلك لإسرائيل، وهذا سؤال ريم، في هناك أهمية بالتمسك الفلسطيني في قانون الدولة الإنسانية، ومش بالصدفة المحكمة العليا الإسرائيلية تمسكت فيه واختلفت معنا في تطبيق، مثل أي قانون تختلف في التطبيق ولكن توافق معك على المبادئ. لذلك كانت هناك إحدى الوردات الفلسطينية في السياسة عندما طرح سؤال سياسي أمام الجهاز السياسي الرسمي الفلسطيني باعتراف أنه يعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية، لما نتنياهو توجه للسلطة وقال اعترفوا في إسرائيل كدولة يهودية، كان هناك تخبط في السلطة منظمة التحرير. والسبب التخبط إنه إذا احنا تمسكنا في القانون الدولي الإنساني معناه إنه في هناك قطاع محتل اللي هو ضفة غزة القدس من قبل دولة شرعية اللي قامت في هذا الاحتلال، وهذه الدولة هي دولة غريبة، وهذه الدولة الغريبة هي إسرائيل. لذلك إذا إسرائيل دولة غريبة يجب أن تعترف فيها، نحن نعترف بوجود دولة إسرائيل، ولكن أجل مطلب الإسرائيلي اعترف بيهوديتها. السلطة الفلسطينية ملكت الجواب لهذا الشيء، لأن الجواب لهذا الشيء يجب أن يكون خارج إطار القانون الدول الإنساني. أن تتعامل مع الخط الأخضر، تتعامل مع حق العودة، تتعامل مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وهذا بالذات يتناقض مع الخطاب الذي تمسك بالقانون الدول الإنساني الذي يكون داخل الخط الأخضر. هو دولة غريبة اسمها دولة إسرائيل، وهذه دولة شرعية غريبة جاءت واحتلت دولة شعب فلسطيني، والشعب الفلسطيني متواجد بالضفة غزة والقدس وليس خارجها. لذلك كان هناك تخبطات في أي ألاحظوا تخبطات السياسية الفلسطينية دائما موجودة في هذا المكان اللي لا يوجد جواب في القانون الدول الإنساني عليه، والتحدي الإسرائيلي دائما بيكون في هاي الأماكن، لأن التمسك تاعنا أصبح مثل السيد إيش اسمه حافظ القانون الدول الإنساني عليه بلش 43 مثل الكرة، وهذا صار صفة فلسطينية من كثر ما تمكننا من هذا، تمسكنا في القانون الدول الإنساني لأنه لم نجد خطاب سياسي خارجه. أصبح التمسك أكثر من اللازم يخدم دولة إسرائيل، لأنه إحنا مش فاهمين المعادلة المركزية. قانون الدول الإنساني هو قانون يخدم الجيوش. انتبهوا لآخر حرف على غزة. شو القانون الدول الإنساني يقول؟ إسرائيل ارتكبت جرائم حرب. ليه؟ لأنها قامت في قتل مدنيين بشكل غير تناسب، صح؟ صح ولا لا؟ شو يعني شو بشكل غير تناسب؟ يعني بتحكي لقتل المدنيين بس مش أكثر من اللازم. قانون الحرب يقول يستطيع الجيش أن يقتل مدنيين ولكن بشكل غير عبثي وألا وبغير مصطفي، يعني بحب كله إذا بده يكون في عملية عسكرية يكون في قتل بعض المدنيين ولكن مش أكثر من اللازم. طيب كيف إحنا شعب ضد احتلال وحركة تحرر وطن وما فيش عندنا جيش بنوافق على هاي المبادئ إنه قتلنا بس شوي، قتلنا بس بشكل تناسبي، وإنه لما نقول يحب لجيش الاحتلال يحق للجيش في خلال الحرب أن يقوم فقط بقتل المقاتلين ونمى من المقاتلين. لذلك انتبهوا داخل إذا حدا راقب أظن كان بالعبراني أغلبه الموقع تاع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب بتحدث الموقع نفس اللغة اللي تحدثتها في رمال من ناحية فلور، ويقول الموقع خلال الحرب على جيش إسرائيل ألا يمس بشكل تعسفي في المدنيين، بالإمكان قتل المدنيين إذا هذا يخدم العملية العسكرية ولكن بشكل تناسبي. هذا هو مبادئ حقوق الإنسان، يتفق معنا على جميع المبادئ، يختلف في تطبيقها.
ليه يتفق معنا؟ لانه قانون الحرب يخدم الجيوش بالاساس، ويخدم بالاساس الجيوش التي عندها قدره عسكريه عاليه، لان القدره اللي عندها قدره عسكريه عاليه تستطيع ان تقوم في عمليه تمييز بين المدنيين وغير المدنيين. كيف صواريخ القسام والراكت من غزه بدها تكون في عمليه تمييز بين المدنيين وغير المدنيين؟ ما هو في شيء تطور تكنولوجي. إسرائيل تستطيع أن تقوم في التمييز، ولكن تستطيع في هذا التمييز أن تقتل عدد كبير جدا، وخلال عملية لا تكلفها بشر، حياة بشر. لذلك في نهاية المطاف التعامل مع قانون الاحتلال، قانون الدول الإنسانية، يجب أن يكون بحذر. علينا نعرف أين يحدد هذا القانون المسار السياسي، الخطاب السياسي، ما هي الإمكانيات اللي فعلاً هذا القانون يدافع عن حقوق الإنسان، وفي وين الإمكانيات التي يعطي مس بحقوق الإنسان، لكن لا ممكن إنه نقبله وكأنه مسلم. وهاي إحدى الأشياء اللي إحنا قاعدين نشوفها اليوم. تمسك أي فلسطيني كل صباح غير يقول لك إسرائيل تنتهي قانون دول الإنسان، تنتهي قانون دول. يعني لو طبقت قانون دول الإنسان، نفرض في الحرب وطبقها مثل الحرب الأخيرة اللي قبل الأخير، قبل الأخير في إجماع دولي وكأنه دولة إسرائيل كانت قريبة جدا على تطبيق قوانين الحرب، ولكن كان عدد استشهاد كبير وكان الثمن غالي. يعني عمليا إحنا بنكون رغم الثمن غالي خطوة إسرائيل قانونية. هاي إشكالية يجب إنه نفهمها وندركها ونعرف أين الضعف. في هناك مسؤولية علينا، يعني قاعد أشوفها في أدبيات أكاديمية دولية من نقديين يقوموا في نقد إحنا حقوقيين فلسطينيين، كله أكثر شعب فلسطيني، أكثر شعب قمع تحت احتلاله الشعب الفلسطيني، ولكن نقدنا على هذا الشعب الفلسطيني وعلى المفكرين اللي عنده وعلى الحقوقيين، وأنا من هالربع الحقوقيين، يعني إنه ما فيش عندهم، ما طوروش أدوات نقدية عن قانون دول الإنسان، تمسكوا فيه لدرجة إنه حولوه إنه الحامي الأول، مع إنه نحن نقرأ كناس خبراء في قانون دول الإنسان إنه هذا قانون جيوش. لذلك في مسؤولية، وهاي هذا موقف يعني مكتوب حتى في جورنالز اللي أكاديمية جورنالز اللي تعتبر من المستوى الأول في العالم. نحن نرى مسؤولية على الحقوقيين والقانونيين الفلسطينيين اللي بيقوموا في تطوير هذا القانون، قراءة جديدة له اللي نابعة عن ممارسة حياتهم في ظل هذا. شكرا جزيلا. الحقيقة سؤالي تأملي أكثر من أنه ممكن يأخذ لديك شوي عن قطاع غزة، ونعطي الأخ حسن استراحة شوي. نحن بنسرع لكن الناس بخير. لكن احد التخوفات متعلقه في قد ينشا وضع ما، وضع قائم ستاتس كو معين، ويتمسخ ويتماسس والناس بتعيش معه ويطول. وانا دائما من الاسبوع الثاني والثالث من الانقسام اللي حصل كتبت أيامها من الأيام أكثر تخوف أن هذا يستمر المسألة، ممكن يتطور إلى كيانية مشوهة بأقدار معينة من سيادات مجزأة هنا وهناك في قطاعات مختلفة، والإيش معه. والمثل اللي ضربته أنا ذاك اللي خايف منه قبرص التركية، يعني في شيء في كيان ما اسمه قبرص التركية. هذه قبرص التركية لا هي دولة لا هي دولة لا هي كذا، لكنها كيان موجود في العالم وصار سنوات طويلة ومعتلف في دولة مجاورة يحظى برعاية مثل تركيا، مش معتلف في العالم ما عنده هذا، لكن خلص عايش ممكن تعيش بالي. يعني ممكن الحالة اللي احنا ايا ما كانت تسميتها في غزة احتلال بريموت كنترول بعض كذا الى اخره، شو ما كانت تكون في حكم محلي داخلي مسؤوليته الإدارة الذاتية الى اخره، قطاعات مختلفة التعليم مش عارف حماس او غير حماس او حتى حكومة المضاد البطري، لكن هذا يستمر الى ما الى من الان. شكرا. بعد سماع من داخل الاخ حسن،
تعقدات سياسية وقانونية لأبعاد القانون الإنساني والقوانين الدولية. أصبح السؤال مطروح عن نقاش قوي في الساحة الفلسطينية عن توجهنا لمحكمة العدل. روم، هل هذا ممكن النقاش فيه أكثر والتوسع فيه؟ كاشف وغير منشئ لأي كيانات أو دول وأي أنظمة سياسية مرسخة، هل هذا يعني دليل ممكن على خلينا أقول ممكن تجنبا إفلاس سياسي للحركة الوطنية الفلسطينية بشكل أو بآخر إذا اختزلت القضية الفلسطينية واختزل الصراع بنقاش قانوني بشكل أو بآخر يصبح يعني مدى تطبيقه على الأرض الواقع خاضع لمعايير القوة وتطبيق السيطرة والهيمنة إلى مدى. بالنسبة للفلسطينيين، واحد عن تعود على الوضع والمبادئ التوجه المحلي الدوليين. بالنسبة إنه تعودنا على الوضع ويمكن نختلف إنه الوضعية خططوا له من هيك المطاف ستبني هويات جديدة وتتعود على الوضعية القانونية الجديدة في أماكن مختلفة وتؤدي بنهاية المطاف إلى تفسيخ الشعب الفلسطيني في أماكن مختلفة وفي إن شاء الله كلنا. أنا كان لي موقف ينتقد موقف السلطة في توجهها إلى الأمم المتحدة بالتصويت على مكان الدولة الفلسطينية، كان موقف في حينه وكتبته إنه عملياً هذا تنازل عن إشي أكبر منه اللي أخذنا في قرار التقسيم. إن قرار التقسيم بيعطي الدول العربية والدول الفلسطينية مساحة جغرافية أكبر، فليه أنا أروح على تقسيم آخر جديد اللي يضع نفسه داخل الضفة الغربية وقطاع غزة فقط مع أخذ بعين الاعتبار أنه لا يطبق، فليه على الأقل بشكل نظري لا أبقي التقسيم الأول اللي يعطي أكثر. واثنين كان اللي نقل أنه قد يؤثر التقسيم الجديد بمعنى 67 كتقسيم جديد تقسيم ثاني قانونية قد يؤثر على مسألة تفسير البنود الأمم المتحدة التي تتعلق في حق العودة، لأنه قد يكون إنه عملية قرار متأخر يؤثر على تفسير قرارات سابقة. القرار المتأخر والجديد هو التقسيم الجديد اللي يرى في داخل الخط الأخضر دولة إسرائيل وخارج دولة الخط الأخضر الضفة الغربية وقطاع غزة دولة فلسطين، ولذلك تعالوا نعيد النظر في تفسيراتنا القانونية لمسألة حق العودة. هاي كانت مآخذي على التوجه السلطة للأمم المتحدة. ولكن اليوم بطلع على الأشياء إيجابية. تبهم بعد هذا القرار كانت هناك اندفاع دولي حول الاعتراف في دولة فلسطينية داخل الأرض داخل حدود 67. وضع حكومة إسرائيل في مأزق سياسي كبير. كان اليوم عندنا حتى دول أوروبية اللي قاعدة تقول إنه قد تتخذ خطوات معينة دول إسرائيل ما دام الاحتلال قد يستمر. لذلك هاي الخطوة اللي اتخذت والممارسات السياسية لبعض الدول اللي تبعتها في نهاية المطاف قد ترسخ لنا مسألة إنه في هناك وحدة جغرافية معترف فيها بالعالم بين غزة القدس والضفة الغربية مهما قالت إسرائيل، وفي اعتراف دولي قد يأخذ في زخم معين. لذلك قد هذا يعطي جواب للتخوف إنه قد نتحول إلى كيانات، إنه هذا المد الدولي والاعتراف فيه صحيح غير مطبق ولكن برضو إنه قيمته السياسية.
بالنسبة ل التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية كتب مقال وصرحت أكثر من مرة كلام في حال توقيع دولة فلسطين على عهد روما أنا أستطيع أن أباشر في اتخاذ إجراءات قانونية وفقا لمعاهدة روما. وأنا أقول للجميع إنه أنا لم أكن لغاية الآن في هذه الخطوة لأن دولة فلسطين غير موقعة على العهد الدولي. وأنا أذكر قال إنه بعد الحرب الأخيرة على غزة قبل أخير كاسلين توجهت منظمة التحرير إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية وطلبت منه بواسطة محاميها بفتح تحقيق مسألة جرائم حرب التي ارتكبت بغزة، ولكن النائب العام رفض هذا الطلب بادعاء واحد ووحيد إنه لا دولة إسرائيل موقعة على العهد روما ولا يوجد دولة تسمى دولة فلسطين، ولكن قال إذا كانت هناك أي دولة منهم إذا اعترف بدولة أخذت المنظمة التحرير مكان الدولة فلسطين ووقع قد يعيد النظر بذلك وإذا إسرائيل توقع قد يعيد النظر. لذلك من وفقا لهذه التصريحات توقيع على معاهدة روما قد يخلق حالة قانونية جديدة، ولكن شو نوعية هاي الحالة القانونية أنا لا أستطيع أن أتنبأ. ليه؟ كمان مرة إحنا الشعب الفلسطيني أو الحكوميين الفلسطينيين وأنا واحد منهم يعني بقدم منك ذاتي وليش حالي دائما تمسكنا في ونتمسك في القانون الدولي الإنساني. في هناك خطاب يختلف عنا في العالم الثالث هو بأفريقيا. أفريقيا تنتقد الأكاديميين والمثقفين وعلى رأسهم محمود ممداني، ما حدا بيقدر بشكك بمواقفه التقدمية، يشككوا في مصداقية المحكمة الدولية الجنائية. لماذا؟ يقول المحكمة الجنائية الدولية تقوم في مسائل توازنات لا تميز بين حركة تحرر وجيش. لذلك كثير من مناضلين في أفريقيا وجدوا نفسهم وهم قيادة لحركة التحرر متهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية. لذلك الادعاء اليوم ادعاء الجنوب، يعني إذا في شمال هو أمريكا وأوروبا والجنوب أفريقيا والعالم العربي وغيره، الجنوب ينتقد المحكمة الدولية الجنوب. علينا نأخذ بعين الاعتبار هذا النقد عساس بكرة إذا بنوقع ما نحسب وكأن التوقيع راح يؤدي بنهاية المطاف إلى نهاية الاحتلال. يجب أخذ بعين الاعتبار قد يكون توازنان، قد يكون هناك إنه المحكمة الجنائية الدولية تقول نبدأ أولا بغزة التحقيق مع بجرائم الحرب إنه اقترفت من قبل فلسطينيين تجاه إسرائيليين، والخطوة الثانية تكون فيها. لذلك الخطوة مهمة توقيع تخلق حالة قانونية جديدة، ولكن علينا أن نبقى نقديين.